دولة الكويت مساء أمس فارس الآثار والثقافة طارق السيد رجب أبرز رواد التراث والفن والعلم والأدب وأول مدير لدار الآثار والمتاحف بالبلاد وذلك عن عمر ناهز 80 عاما. وقد نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الشيخ سلمان لحمود الصباح المغفور له بإذن الله تعالى طارق السيد رجب. نعم، وقال الشيخ سلمان لحمود إن رحيل رجب الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 80 عاما يمثل خسارة كبيرة للأسرة الثقافية والفنية الكويتية والخليجية والعربية والإسلامية أيضا على حد سواء. بعد مسيرة عطاء وتاريخ حافل بين العلم والأدب ترجل فارس الآثار والثقافة طارق السيد رجب. وكان طارق السيد رجب أول كويتي يبتعث إلى خارج البلاد لدراسة علم الآثار والفن وتاريخه في بريطانيا، والمرحوم مولع بالتراثين العربي والإسلامي القديمين وراع لهما، كما شارك بالبحث عن الآثار القديمة في جزيرة فيلكة. وعرف عن الراحل دعمه للحركة الثقافية والفنية في البلاد ودعوته إلى الحفاظ على البيوت الكويتية الحجرية العريقة، كما أنه يعتبر نموذجا متميزا للشخصية الطموحة المعطاءة، وتنوعت إسهاماته لتشمل المجالات التربوية والفنية والثقافية والأثرية، بالإضافة إلى كثير من الصور الفوتوغرافية التي التقطها بكاميرا الفنان واللوحات الفنية التي رسمها بأحاسيسه المرهفة ومشاعره الجياشة تجاه الطبيعة الخلابة والإنسان البسيط. ولعب الفقيد دورا كبيرا في التعريف بتاريخ البلاد من خلال إنشاء متحف طارق السيد رجب الذي يضم مقتنيات أثرية ومخطوطات ومصاحف ومجوهرات وأزياء تعود إلى عصور سابقة. هذا وقد أشاد كل من اقترب من المرحوم أو تعامل معه بدماثة أخلاقه وأدبه الجم وإخلاصه وهدوئه وطيبة قلبه وكرمه وعطفه على الكبير والصغير من الفقراء المساكين.